انا عايز اسمع راي استاذ حسين زين في هذا الموضوع ويفتنا فيما اختلف عليه الكثيرين. اهلا بيك يا فندم. اهلا، مساء الخير يا استاذ يوسف. ازاي حضرتك استاذ حسين؟ ضيوفنا الاعزاء، نورت البرنامج. كل سنه وانتم طيبين وحضرتك بالصحه والسلام. سنه سعيده علينا جميعا. استاذ حسين، الكثير من اللغط اثير حول تراث الست ام كلثوم وحقوق الست ام كلثوم وحقوق استخدام تراث الست ام كلثوم بل وصوتها واحيانا صورتها طبقا للتقنيات الجديده بتاعه الهولوجرام. حضرتك كرئيس للهيئة الوطنية للإعلام زي ما كنت بقول، أفتنا فيما اختلف عليه الكثيرين. هو الموضوع ما فيهوش اختلاف كتير، هو الموضوع مثبوت قانونيا والملكية الفكرية موجودة والحق يعود لصوت القاهرة بأنها المالكة الوحيدة للتسجيلات الغنائية السابقة واللاحقة للسيدة أم كلثوم. وانا اعتقد اللي في حكم المحكمه كان في 2020 الصادر عن المحكمه الابتدائيه والاستئناف باحقيه صوت القاهره في جميع ما سبق القول فيه. فانا اعتقد اللي احنا هنا تحصيل حاصل هي المساله، مساله الحقوق بنسب، سواء احنا بنتكلم فيها حق صوت القاهره وهي تمتلك حوالي 74%، واعتقد 30% اللي احنا بنتكلم فيهم الباقين هي بتمتلك 70% وال 30% للورثه. اعتقد الورثه هم باعوا الحقوق بتاعتهم بنسبه 80% من ال 30%. يعني 80 من ال 30 بالظبط الايرادات، والمتبقي ده لصوت القاهره اللي هي تملك النسبه الغالبه او النسبه الكبيره. عظيم جدا. اعتقد هنا الحقوق واضحه، لكن احنا هنا بنحب المجادلات الكثيره وده اللي بيعمل نوع من اللغط وطبعا بيعمل نوع من التشابك. طيب اذا يعني للمزيد من الاستبيان خليني الاول اشكرك جدا استاذ حسين، شكرا جدا على قبول المداخله في النهايه. خلص البيت بيتك يعني مش هنقول حاجه ثانيه. العفو يا فندم. عارف معزز. العفو، انا عارف ده يعني دي عشره طويله جدا اكتر من 25 سنه. اشكرك جدا استاذ حسين كل الشكر. استاذ حسين زين رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام.